معك في المطبخ. في المطبخ في لحظات الرحب بصديقة شريفة الشمالية. أهلا وسهلا بك. أهلا أختي تفرح. مرحبا بك. شحالك لبس عليك؟ بس الحمد لله. كيف أنتم؟ مزيان ما شاء الله. في أحسن الأحوال. الحمد لله. مرحبا. واش ممكن نقدم تحية أختي تفرح؟ طبعا تفضلي. شكرا. كنقدم تحية بعد أولا اللي كنتينا. شكرا. والأخت والأخت حجبوها ولجميع طاقم إذاعة العيون. نشكرك نيابة على الجميع. والعفو أختي. وإلى صديقات أم يحيى، سكينة حفيظة، أم العربي، أم دعاء، جميلة، عائشة، أم كميل، شيماء، فاتي، أم العربي، نفيسة، وجميع الصديقات. ومنساش تحية لولدي لأنه ما كاينش في المغرب، عايش برا. كنقدم له التحية، ولدي نزار ولبنتي إفهان. من هذا المنبر نحييهم أيضا. ربي يخليك فيهم. تفضلي. اليوم إن شاء الله غنقدم لكم ستيك دجاج بصلصة الفطر. روسكوس هو السفنج الأندلسي تاعنا حنا في تطوان. خبيزات مقليين وجبن بلدي على حسب الوقت. شمالي. نبداو بستيك بالدجاج. غنحتاج لهذه المقادير في الدجاج حسب عدد الأشخاص. أنا عملت هنا 500 غرام. 500 غرام في الدجاج. نعم. معلقة كبيرة المطرد. نعم. جوج معالق كبار عصير الليمون الحامض. عصير الليمون حامض. نعم. الإبزار. والعطرية الشرقية اللي ما كانتش موجودة، ماشي مشكل، يعمل العطرية اللي كاين اللي كان موجودة. نعم. جوج كواتر، جوج معالق كبار زيت الزيتون. ونفس المقدار النشا. نفس المقدار من النشا. خمسة معالق كبيرة كريم فريش خاصة بالطبخ. الفطر معلب. نعم. ندوزو الطريقة. تفضلي. كنشرملو الدجاج بالإبزار والملاح والبهارات والمطرد وزيت الزيتون. نسيت قبلتي ما قلتش زيت الزيت. قلت لا، زيت الزيتون. عصير الليمون. كنشرملوه مزيان وكنخليوه في الثلاجة 3 ساعات. من بعد هذه المدة كنجيبو المقلة وكنعملوها على نار مهيلة مع شوية الزيت. كنقليو صدور الدجاج من جوج الجهات، ولكن ما خصوش يتحمروا بزاف، غير يتحمروا غير شويه وشفاف. في نفس المقلاة كنحيدوهم وكنجيبو في نفس المقلاة الفطر كيتقلى. وديك الإناء اللي شرملنا فيه ديك الدجاج كنضيفوا ليلو كاس الماء ونشا وكنحركو مزيان ديك الماء وديك النشا، كنحركوهم في ديك اللقامه اللي كانت فيها الدجاج. الدجاج. وكنضيفوا كريم فريش. وكنخلطوه معاه مزيان مع بعض وكنزيدوهم على الفطر اللي عندنا في المقله. نعم. وكنخليوه حتى كيغلي. من بعد كنزيدو ديك الدجاج اللي سبق وقليناه. قليتيه. كنزيدو على ديك الفطر على الشامبينيون 4 دقائق. نعم. وديك الساعة كنزولوه من المقلة وكنقدموه بالصحة والهنا ونزينوه بالمعدنوس مقطع. معدنوس مقطع. إذا نشوفوا ستيك قلتينا بالدجاج، قلتي نحتاجوا تقريبا 500 غرام من الدجاج في الدجاج. نحتاجوا الكوتشارة كبيرة من المطرد وكوتشارتين كبار من عصير الليمون حامض والأبزار والعطرية. نعم. نحتاجو الكوتشارتين من زيت الزيتون. وخمس معالق كبار من كريم فريش وفطر ونفس مقدار وجوج معالق دنشا، نفس مقدار الزيت ونشا بحال بعضهم. نشا نفس الشيء. والفطر المعلب. نعم. نعم. إذا نمشو نشوفو الوصفة الثانية اللي تعطينا. نعطيكم هذا الروسكوس. غنحتاج للروسكوس كاس السكر. كاس زيت، يعني كاس غنعبروا به. كاس البيض. نعم. وكاس عصير البرتقال. والدقيق حسب الخليط. ومبشور برتقاله.
واحد الخميرة الحلوة اللي 7 غرام. كنطربوا البيضات مع السكر. نضيفوا زي يكون مغربل مع الخميرة وكنبقاو نعجنوا حتى كنحصلوا على قصر العجينة رطبة وخفيفة وكنلصق في اليد. من بعد نخليه هذا يرتاح 10 دقائق. من بعد كنجيبوا العجينة كنشكلوها دوائر. وبحال بحال طريقة الفطائر معروف في الشمال الروسكوس معروف في الطائرة. كنبوح حتى ما عندكم وقيلة؟ احنا كان عندنا نسيت اسمه تشورو. تشورو حتى احنا باقي عندنا تشورو. مازال عندكم تشورو. المهم كنعملوا ديك بحال شكل السفنجة ومرة مرة نهنوا يدنا بالزيت باش ما يلصقناش في اليد. كنقليوها في الزيت يكون سخون مزيان من جوج جهات وكنقطعوا ديك الساعة كنزولوها من الزيت ونخليوها تقطر. ديك الساعة كنزينوها حسب الذوق ولا بالشوكولات ولا غير السكر كلاصي أو المكسرات. غير نعطي واحد النصيحة ملي كنت نقليو هذا الروسكوس لأن فيه البيض ينقلب العجينة. نعملوا واحد قشور البيضة في الزيت باش ما يعملناش ديك الرغوة. الرغوة إذا نقشر البيض يجي في الزيت. كنخليش ديك الرغوة في وصافي كنقدموه. ما شاء الله. نعطوا الوصفة والمقادير أخت. تفضلي. قلتي لنا كاس سكر كم تقريبا الكاس من يرفد من بيضة؟ في الحياة ديك كاس دي عنيبة. تقريبا يرفد 3 بيضات أو 4. نعم. كم من بيضة يرفد الكاس؟ قال دقيق حسب الخليط مبشور البرتقال وخمرت حلوة واحدة. والطريقة تبارك الله وضحتيها. إذا نشوفوا معك وصفة ثانية على حسب الوقت. نعم. كاين خبيزات مقليين وكاين جبن بلدي على الطريقة الشمالية. نشوفوا جبن ونشوفوا الوقت اللي بقى عندنا تقدمين جبن. إن شاء الله. الجبن غنحتاجو نصف لتر من الحليب. نصف لتر من الحليب. وليترو من اللبن. وملح ملح حسب الذوق. الذوق نعم. الطريقة كنسخنوا الحليب فوق العافيه ولكن بلا ما ينغلي. ديك الساعه كنزيدوا عليه اللبن مع شويه الملح وكنخلطوه مزيان. ديك الساعه وكنخليوه على العافيه 15 دقيقه على نار مهيله. وغنلاحظوا بان الجبن طلع الفوق والماء غلى. بقى تحت كنخليوه يبرد. ديك الساعه كنجيبوا واحد القطعه من الثوب وكنعملوه وكنخويو فيها وكنشدوها من جوج الجنوب من جوانب الاثنين. خليها تستقطر. ديك الساعه ملي كيت هذا كنعملوه شي سله ولا شي اناء يكون باش يدي الشكل ديالو يجي الشكل ديالو. ساعة كنقلبوه في الطرسيل ونقدموه ما شاء الله وكنخليوه يبرد ويصبح جاهز. اذا الليله كامله يقعد يستقطر من الأحسن ليك من الأفضل. الليلة كاملة أحسن. ومقادير بسيطة. وكيجي مزيون. إذن قلتي لنا نصف إتر من الحليب. وإتر من اللبن وقليل من الملح. ملحة. إن شاء الله عليك. إذن زميلي بوعدي لازال الوقت. إذن تفضلي أعطينا وصفتك الأخيرة. ان شاء الله غنقدم لكم خبيزات مقليين كيجيو مزيونين. هادو غنحتاجو 250 غرام دقيق الابيض. 250 غرام دقيق الاصفر ديك الفينو. بصله مبشوره. قزبر ومعدنوس مقطعين. ملاح وابزار. وشويه فلفله حمراء غبراء تحميره. فلفل. واحد معلقة كبيرة السكر. جوج معالق كبار خميرة الخبز وماء دافئ باش نعجنو. الطريقة كنخلطو جميع المقادير مع بعضهم. وحتى كنحصلو على واحد العجينة رطبة بحال العجينة البطبوط. البطبوط ايوا. كنشكلو منها كويرات صغيرة وكنخليوها ترتاح
واحد 10 دقائق. نعم. من بعد كنضفطوها باليد وخليوها تخمر. ملي كتخمر ديك الساعه كنقليوها في الزيت بجوج جهات وكنقدموها، ولا يمكن نقدروا نفتحوها نص ونعملوها في شي حشوه حسب الذوق. صافي. الصحه والراحه. ما شاء الله عليك شريفة الشمالية على الوصفات اللي عطيتينا اليوم. نشوف نعطوهم الأخوات اللي ما تسجلت. قلتي 250 غرام من دقيق. نعم. دقيق ممتاز، و 250 غرام من دقيق أصفر. نحتاج أيضا البصلة وقزبور والمعدنوس وقليل من الملح والبزار، فلفل أحمر أو تحميرة، ملعقة كبيرة من السكر، وملعقتين كبار من نخميرة الخبز، وماء دافي لخلط المكونات. ما شاء الله عليك شريف الشمالي، نشكرك على الوصفات اللي عطيتينا اليوم. عفوا، حتى انا كنشكركم على الاستضافه وبارك الله فيكم. يا اهلا وسهلا بك، ان شاء الله نتواصلوا معك في الحلقات القادمه باذن الله. ان شاء الله بكل فرح، بارك الله فيك. يا اهلا وسهلا بك.